احسن حاجه تقدروا تبداو بها نهاركم هي حبوب الشيا. البنات اللي كيسولوني كيفاش كندير اليوم، كناخذ معلقه قد هذه صغيره، كنديرها في كاس ديال الماء وكنخليها لمده ديال ساعتين. خاصها ضروري حتى تطلق داك الجيلاتين ديالها اللي في الجنيبات عاد تقدروا تشربوها. سينو اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 واموركم كلها على ما يرام. وقبل ما غادي نبدا الفيديو ديالي غندير احلى واحسن تحيه للامهات لي مامون لي متبعيني. غنحط الكاس، راه ما يمكن شفتو نتوما هما البركه ديال هاد لاشين ديال هاد الدنيا كامله. انا كنحمق على لي مامون، كنحمق على ماما وعزيز عليا الامهات، حيت كيضحيو بزاف مع وليداتهم وكيكونوا حنانات وكيكونوا بزاف ديال الحوايج. الوغ انا ديما كنقرا لي كومونتير ديالكم، وديك اهلا البنات كتخرج ليا هكا. ديك النهار غير البارح في الفيديو اللي حطيته لكم لقيت واحد السيده من كاتبه ليا، وحنا مالكي كتنسينا، انتي هي الكل في الكل. تبارك الله عليكم وتبارك الله على لي ميساج ديالكم، وسورتو تبارك الله على لي مامون اللي داروا الريجيم وضعافو. انا راه فريمون كتصدموني الا فاش كنتلاقاكم في الزنقه عرفتي، وكتوقفني شي مرا كنحشم، شي مرا فريمون كتكون بحال هكا قد ماما، يعني ماشي صغيره، كتقولي اجي يا بنتي اجي، انتي شايفه كتجيني الحشمه. والله الا هذا شرف كبير متبعيني ناس بحالكم، ناس كاملين صراحه. شوفوا عندي لا كريم الناس اللي متبعيني، داكشي كيبان في لي كومونتير، كيبان في لي ميساج في انستغرام. انا شو كيقول لكم قليل وداكشي نقي وزوين، ولا ديك الكثره وداكشي يكون موسخ ما كاينلاش. هكا بخير ترونكيل، واللي غيتزاد علينا حتى هو يكون بحالنا. سينو كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكون اموركم كلها على ما يرام. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم فوائد ديال حبوب الشيا، وغادي نشارك معكم واحد لا غوسيط كدار بستر ديال الدجاج مطحون على شكل كفته. المهم واحد لا غوسيط واعره، وغادي نشارك معكم حتى لا روتين اللي كندير لشعري، حيت كنلقى لي ميساج في لي كومونتير بلوتو في يوتيوب شيماء شاركي معنا لا روتين، غادي نشاركها معكم. وغادي نعطيكم جوج ديال لي برودوي واعرين 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 واعرين. غنشرب هاد الكاس ونرجع لكم. يا بسم الله. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي حبوب الشيا. انا غادي نشرح لكم شنو شي حبوب الشيا. هي الشباب، حبوب الشيا هي الشباب، لا جونيس، لا البشره، لا الوجه، لا الشهيه. الناس اللي باغيين يديروا الريجيم، الناس اللي متبعين الريجيم، كتسد الشهيه حيتاش كتعمر لك المعده، كتعمر لك المعده. احسن حاجه تبداي بها نهارك هي حبوب الشيا. ما غتسولي في الفطور حتى لاش من وقيته، غنيه باوميغا 3، يعني داك القليب عندك غتهلا لك فيه، وفيها احسن بروتين اللي غتقدي تستافدي منه، غيستافدو منه العضلات ديالك، واحسن مضاد للاكسده اللي غادي يحميك من الكونسير. تخيلي غير هادوك ثلاثه، بروتين اوميغا 3، قولي شنو هي الثالثه؟ مضاد للاكسده. احسن حاجه تقدو تاخدوها هي حبوب الشيا، تدخلوها في لاغوتين، تاخدوها يوميا معلقه صغيره في كاس ديال الماء، تخليوها ترتاح لمده ديال ساعتين وتشربوها على الريق مول الفطور اللي بغيتو. هي دو بريفيرونس تاخدوها قبل من الغوطه بساعتين باش كتعمر لك المعده، وملي كتجي تاكلي ما كتاكليش بزاف، كتحسي براسك شبعانه. سينو غادي ندوزو نصايبو لا غوسيط ديالنا. والله هاد لا غوسيط كنشاركها معكم باش حتى شي حد، هاد اختراع من اختراعاتي كنشاركها معكم، وانا فرحانه بها حيت فريمون كتعجبني، كتجي بنينه، وسورتو لي زونفون وليداتكم غادي تعجبهم، غادي ياكلوا فيها. بالنسبه للمكونات عندي داكشي بسيط وسهل. هنا عندي ستر ديال الدجاج ولا لاداند اللي بغيتو، هنا عندي نص فليفله حمراء، نص فليفله خضراء، بصيله حتى هي غير تغيوره، ولا نص بصله، وضريس ديال الثومه، وعندي الربيع اللي تكون واحد لا كونتيتي كبيره. اول حاجه غادي ندير، غادي ناخذ لاشوار وندير فيها البصله التويمه والفلفله، وغادي نطحن كلشي دقه واحده. كنهبط هادشي حيت خاصو فريمون كلشي يتطحن يولي رقيوه.
داكشي رقيق. وفي نفس الهشوار غادي ناخذ صدر ديال الدجاج ولا لاداند اللي بغيتو، وتا هو غادي نطحنوه. ما تشريوش مطحون، طحنوه في الدار. زعما ماشي الكفته ديال لاداند، لا خاص يكون فيها الصدر ضروري. شوفوا كيفاش كيجي، كيتطحن نيت مزيان. صافي دابا غادي ناخذ الكفته اللي طحنت ولا صدر الدجاج اللي طحنت، وكنزيد عليه هاد الفليفله. الا بانت لكم شي وحده باقا طويله بحال هكا حيدوها ما تخليوهاش. هنا درت الربيع، كنزيد عليها جوج معالق ديال الزيت العاديه ماشي زيت العود، حيت راه صدر الدجاج كيكون ناشف باش ما يجيش ناشف. فوالا جوج معلقات فقط. قطعه ديال العصير ديال الحامض الا بغيتو، كيجي بنين حتى هو وكيفتي داك الصدر ديال الدجاج. بالنسبه للعطريه هنا عندي معلقه صغيره ديال الفلفله مدقوقه، شويه البزار، سكينجبير، شويه الهريسه وشويه الملحه. وكنعجنها، كنخلطها كامله مع بعضياتها حتى كيتجانسوا ليا. ما شفتوا كيفاش كتجي؟ كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي فريمون بنينه. ديت قطيره ديال الزيت دهنت بها هاد الليكات ولا يديكم اللي بغيتو، وكتجي وكتبقاو تاخذوا نتوما كديروهم على الشكل اللي بغيتو بالحجم اللي بغيتو. انا كيعجبني نديرهم شويه مطيب بزين، كيجيو زوينين. كنديرهم شويه طوال ونطيب بزين. ها نتوما شفتو على هذا الشكل كيجيو فنين. صافي غادي يبقى غدا معاهم كلهم تنصايبهم. انا قلت لكم كنديرهم كبار، بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار اللي بغيتو، بغيتو ديروهم على شكل قريصات اللي حبك الخاطر. كي كيجي ما كندير فيها لا بيض لا دقيق لا حتى شي حاجه، وصحيه بزاف. البنات كيفاش كيجيو؟ فريمون كيجيو واعرين. شوفوا عرفتو في المذاق كيجيو احسن من الشكل. المهم انا صايبتهم على هذا الشكل هذا، شفتو درتهم كبار يعني ما درتهمش صغيورين. عطاوني هاد لا كونتيتي، راني تقريبا دايره واقيلا دايره يا اما 500 غرام يا اما 400 غرام، ما عقلتش بالضبط. المهم ها نتوما عطاتني تبارك الله، راه عطاتني بزاف. انا غادي نطيبهم في الاير فراير حيت كيجيو واعرين في الاير فراير. انا كنت كنصايبهم في الفران ولكن دابا نطيبهم في الاير فراير، حيت غادي يوجدوا دغيا دغيا صراحه. وحق الله العظيم الى نعمه 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 نعمه، كتكنيك ما كاين لا شيء، كتسخن في جوج ثواني، كطيب في 10 دقائق الماكله كتكون واجده، داكشي دغيا دغيا خفان زربان. شوفوا هذا راه غسلته كامل، كله كيتغسل. ما عرفتش علاش داك النهار قال لي ما كيتغسلش كامل، ولكن راه غسلته كامل. هو اهم حاجه. كيف العاده غنخشيهم وغنتفاجئ انا وياكم من يوجدوا. بالنسبه للبروغرام غندير بولي بيان سور. ها ان شاء الله دابا خاصني نرجع. فوالا صافي غادي نخليهم يطيبوا. تما البنات دازت 11 دقيقه. يا سلام يا سلام، عرفتهم طابو حيت تلقوا واحد الريحه يا سلام، وتحمروا
ايوا شوفوا قولوا لي كي جاكم هاد الجمال عرفتوا ما يمكنش دقتهم. وهادي ما كنديرهم غير موالفه، كنديرهم يا اما في مقيله يا اما كنطيبهم في الفران. غير هو في الفران كي ما عرفتش ما كيجيونيش هكا، ما وتا في مقيله كيشبعوا زيت. هادو راه فريمون ما درتش فيهم قطره ديال الزيت من غير دوك جوج معلقات. هادو تحمروا لي شي شويه بزايد حيت خليتهم بزاف، سينو هادو خليتهم 7 ديال الدقائق. شوفوا كيفاش جاو فنين. شوفوا انتما نحلالكم طايبه من الداخل وكل شيء ورطيط برطيطه، ماشي بقى داك اللحم قاصح شوفوا كيجيو واعرين. جربوهم من الاخر كيجيو واعرين جربوهم. سينو البنات دابا غادي نجلسوا نهضروا واحد شويه على الشعير. شوفوا بزاف مني كتبداي الريجيم ولا كتبداي بحال هكا ما عرفتش شي حاجه، اول حاجه كتادى فينا هي لابو ديالتنا وشعرنا. انا غادي نبارطاجي معكم لا روتين هاد لي برودوي اللي غادي نقول لكم راه حاطاهم قدامي، جو سوي فيدال ليهم 100%. فايت لي دايره لكم فيديو على الشعر وفايت لي نبارطاجي معكم هاد لي برودوي كاملين. ونفس الهضره اللي غادي نقول لكم على الشامبوان هي اللي غادي نقولها لكم دابا. اول حاجه غادي نهضروا بها انا كندير واحد التخليله، التخليله ديال الشعر ماشي هذه بلاتي نجيبها، هذا السيروم. اول حاجه انا كندير تخليله ديال الماس ديال الشعر، راه فايت ليا نبارطاجيها معكم شحال من مره. هذه القرعه الثالثه وشوفوا راه ما بقى فيها والو، قربت تسالي قربت تسالي ليا. هذه ما يمكنش واعره، شوفوا هذه اون فوا كتبداوها كتحبس لكم تساقط ديك الساعه، ديك الساعه كتدخلي دوشي تي سون لا ديفيرونس. انا شنو انا كنديرها واون فوا كتسالي ليا قرعه كنكومونديها، ولكن ما كنعاودش نديرها ديك الساعه فهمتوا، كنخلي واحد 3 سمان عاد عاوتاني كنبدا ديك لا روتين. فريمون هاد الزيت هادي واعره بزاف، فيها ريحه، انا نقول لكم ريحه شي ريحه الحلبه بحال ريحه رفيسه فيها، ريحه العشوب ريحه الحلبه ريحه ازير، المهم فيها بزاف ديال الاعشاب. بالنسبه للشامبوان انا كل مره كنستعمل شامبوان، ما عنديش شامبوان واحد فيدال زعما كنرجع لاخر مره جربت الشامبوان ديال هذا الماسك هذا اللي خارج وما صراحه جاني عادي ما عجبنيش بزاف. باغ كونطخ الماسك ديالو واعر. اكطوالمون كنستعمل هذا ديال السيف العادي حتى هو زوين، هذا خطير هذا رهيب، هذا كنديرو انا قبل ما ندوش، هو ماسك ديال الشعر او اون ميم طون كيدير لك بحال بوتوكس، كيعطيك واحد الفوليوم في الشعر واعر وكيف كتحسي بشعرك فريمون كتحسي به صحي فهمتي. شوف دابا شعري راه مزيت غادي ندخل ندوش دابا، كتحسي بشعرك صحي كتحسي بشعرك صحي فوالا، ما كايناش شي جمله وحده اخرى. سينو كنستعمل حتى هذا السبراي انا كنديرو مني كنسالي الدوش، كاين اللي كيديرو قبل من الدوش. انا شنو داكشي اشهار. انا كنديرو ملي كيسالي ملي كنسالي من الدوش قبل ما كنشف شعري كنديرلو بش 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 لي غاسين كاملين اي جو ماس جو ماس جو ماس جو ماس جو ماس. هاد البنات اللي كيتزيت لهم شعرهم راه ما كيخليش الشعر يتزيت، فريمون زوين فيه اداء ماء مقطر ديال بزاف ديال الاعشاب. بالنسبه للفيتامين انا كناخذ واحد الفيتامين هذا راه فيت ليا حتى هو نبارطاجيه معكم، هذا نورمالمون فيه لاسيد فولي كياخذوه لي مامون لي اونسانت ولا اللي كتكون بحال هكا كتبروغرامي شي حماله ولا. انا هذا كانت خرجاتو ليا الطبيبه على ود شعري، هذا دابا راه يمكن شي سابع ولا ثامن وحده اللي كناخذ، ولا اللي كندير كور ديال 3 موا وكنحبس عام، واغلبيه الاحيان كندير ديك الكور من مورا الصيف حيت انا شعري من مورا الصيف كياكل صح، حيت انا واحد الانسانه اللي كنمشي للبحر بزاف وكنقدر نمشي يوميا، وفاش كنجي من البحر خاصني نشف شعري وندير بروشينغ واخا نكون مخرجه ما والو جالسه في الدار الله يستر حماق ما عرفت. المهم انا هكا دايره خاصني نشوف شعري مصايب مدوشه ومبرونزيه خاص شعري يكون مصايب. انا كناخذ هذا لاسيد فوليك انفوكومبي، اصلا هو هذا واعر تاع على لابو ماشي غير على لي فام لي اونسانت، هذا فريمون زوين كيعجبني انايا كيعجبني، فيه بزاف ديال لي فيتامين، فيه لاسيد فوليك، فيه المهم فيه بزاف ديال لي فيتامين. ايوا هذا ما كان جربوا هذا الماسك، هذا راه ثاني واحد غادي نشري هذا، يلاه خرج يلاه ريحته واعره، يلاه بان عندنا في المغرب يمكن كان شحال هذه برا ولا ما عرفتش بلاصه اللي تصايب. المهم جربوا هذا
سينو غادي نخليكم في امان الله وغادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساوش ليا القليبات لتحت وغادي نقول لكم حاليكم باي باي.